انا عندي حاجه بتقول حتى بص الحركه دي، حتى بص الحركه دي. بص بص اللقطه دي. ما هو سر نجاح احمد حلمي؟ ايه الدخله دي؟ يا لهوي، اللي حصل لي ما حصلش لحد. 33 مليون جنيه ايرادات خلال اسبوع حققها فيلم واحد تاني لاحمد حلمي بعد عرضه في اول ايام عيد الفطر. النجاح ده والارقام والترند على السوشيال ميديا كانوا مفاجاه حتى بالنسبه لاحمد. بصراحه ما كنتش متوقع الرقم ده. تسال نفسك يوميا اين ذهب الشغف؟ كتار من اللي شافوا الفيلم في السينما اشادوا فيه على السوشيال ميديا وحبوه واتحكى عنه كتير. بس السؤال هو ايه سبب النجاح ده كله، وليه واحد تاني متصدر شباك التذاكر رغم ان في اسماء تقيله بتنافسه زي احمد السقا وزوجته منى زكي في فيلم العنكبوت؟ مالكش اسم تاني غير العنكبوت ده، اصله بيقشعرني. لا معقول حد يسيب القعدة المريحة دي عشان ينجح النجاح الفاشل ده. نقدر نقول ان احمد حلمي هو اهم سبب للنجاح، فمن ساعة فيلم ميدو مشاكل من 19 سنة ولحد النهاردة في قاعدة جماهيرية كبيرة بتستنى افلامه. والسبب التاني ان الجمهور ده كان مشتاق يشوف له فيلم بعد غياب لثلاث سنين كاملة عن السينما بعد فيلم خيال مآتة في 2019. انت بتحبب ايه؟ هشوف الخير وصل كام النهاردة؟ في حد بياخد فلوس في عمل الخير؟ والسبب التالت هو ان حلمي حضر العودة دي بقوة، فاشتغل على الفيلم بطريقة جديدة خلت الكل يتكلم عنه حتى قبل عرضه، وده شفناه على حساباته في السوشيال ميديا اللي كلها بوسترات الفيلم ومقاطع على التيك توك بيروج فيها للعمل. فأطلق تحدي الرقصة بتليق على أغنيته اللي أصدرها في الفيلم وطلب من متابعيه يدوله أفكار. في حاجة بنعملها كده محتاجة حركة من الحركات اللي بتعملوها دي. أنا عندي حاجة بتقول حتى بص الحركة دي، حتى بص الحركة دي. بص بص اللقطة دي. وواكب الجيل الجديد بأغاني شبهه، واستخدم البلاتفورم المناسب للفئة دي، فهو ما بيسيبش جمهوره على تيك توك، وآخر أسبوعين قرب منهم أكتر بالمقاطع اللي بيروج بيها للفيلم، فوصل البعض منها 5-7.9 مليون فيو. ومفيش شك إن ده كله لعب دور كبير في حماس جمهوره عشان يقطعوا التذاكر ويروحوا يشوفوه في السينما. وشفناه كمان اعتمد ستايل مختلف في اللبس. جوه مني تلف ميكس، ببقى طيب وابقى ننسى، عندي احساس بالفخامه واتعودت اكون برنس. وسبب تاني ساهم في نجاح الفيلم قدام الافلام التانيه ان الجمهور مشتاق يضحك، ومش بس في السينما، فلو رجعنا للاعمال الرمضانيه الكتار كانوا بيقولوا تعبنا من الدراما، وده اللي خلانا نشوف نجاح وتفاعل كبير مع مسلسلات كوميديه زي الكبير اوي سته ومكتوب عليا وغيرهم. وكان ده الوقت المثالي عشان نشوف احمد على عيد الفطر بخفه دمه اللي محدش بيختلف عليها. ايه الدخله دي؟ يا لهوي. بس زي اي عمل طبيعي واحد تاني يتلقى بعض الانتقادات اللي تابعناها على السوشيال ميديا، فكانت نقطه خلافهم مع العمل انه جريء زياده في بعض الفاظه وايحاءاته. بس الشكل العام لردود الافعال كان ايجابي وبياكد ان احمد حلمي كسب رهانه وعمل كامباك سينمائي كبير بعد غيبته الطويله. ما ينفعش اخرج اللبوسه اللي جوه، ويا دار ما دخلك اي حاجه.